مساء الخير لكل مشاهدين فقرة كراس سينما. وبهاي الفقرة طبعا نقدم لكم كل جديد السينما العالمية والعربية، وكمان رح نقدم لكم أفلام قديمة إذا ما حضرتوها عشان ضروري تحضروها. أول فيلم اخترنا لكم إياه Pacific Rim 2. جيك بينتكوست ابن ستيكر بينتكوست وأخته ماكو موري بتحالفوا بجيل طيران جديد من جيجر. هذا الفيلم بحكي عن ظهور تهديد غير قابل للردع يوشك على تدمير المدن وإخضاع العالم بأسره على ركبتيه. الشقيقة ماكو موري والتي تقود جيل حافل من الطيارين الشجعان الذين شبوا في ظلال الحرب. هذا الفيلم من إخراج ستيفن إس دينايت، بطولة جون سكوت إستوود، رينكو كيتوتشي، تايان جينغ، تشارلي داي، أدريا أرجوان. But it doesn't matter where you came from, who believed in you and who didn't. Join the Jaeger uprising. والفيلم الثاني اخترنا لكم اياه الفيلم المصري رغد المتوحشه، بتدور قصته حول اسماعيل بيشتغل باحد مراكز التجميل وبسمع انه مخرجي الاعلانات بدهم وجه جديد للاعلان، فبتنكر وبيحاول يكون صبيه كثير حلوه وبينجح. بس الحلو انه لما ينكشف ايش بصير فيه، وكمان القصص اللي بتصير معه من تحرش واشياء ثانيه بيواجهها بالمجتمع. هذا الفيلم من اخراج محمود كريم، بطوله رامز جلال، ريهام حقاق، بيومي فؤاد، احمد فتحي ومحمد ثروت. اسف يا مدام رغبه. رغبه هلاقك في بقك. اهدي. اما هلا رح ناخذكم للفيلم القديم اللي اخترنا لكم اياه. رح نرجعكم ل 1988، اخترنا لكم فيلم ارمجدون. أرمجدون بتدور أحداثه حول عمال الحفريات يتم إرسالهم إلى الفضاء من قبل ناسا لإيقاف كويكب عملاق من الاصطدام بالأرض. الفيلم من بطولة بروس ويلس، بن أفليك، ليف تايلر، بيلي بوب، مايكل كلارك، ويليام فينكنز، أوين ويلسون، ومن إخراج مايكل باي. هاي كانت جولتنا في السينما العالمية والعربية. بتقدروا تسألوا عن مواعيد عرضها في السينمات. والفيلم اللي اخترنا لكم إياه أرمجدون شوفوه واحضروه. هلأ صار وقت نرجع للاستوديو.